بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 92. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ونحن في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك. أول رسائل هذه الحلقة رسالة مترجمة لخادمة إندونيسية ترغب في رسالتها، تقول أن تعرض على فضيلة الشيخ صالح الفوزان لأنها تفهم كلامه وتقول إنه مختصر، وتقول إنها خادمة إندونيسية أتت لهذه البلاد وهي تجهل كثيرا من أمور الدين، ثم تعلمت عن طريق الكتيبات المترجمة وعن طريق هذا البرنامج، وتريد أن تسأل لتنفع نفسها وأهلها إذا عادت أسئلة عديدة لعلنا نتمكن من ذكر بعضها. أول هذه الأسئلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا نصحت بعض الشباب والشابات عن منكرات يقعون فيها يقولون نحن إذا متنا فلن نعود إلى الحياة مرة أخرى، فما رأي فضيلتكم في هذا وكيف أوجههم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نشكر لهذه الأخت السائلة عنايتها بهذا البرنامج وحرصها على الاستفادة وعلى قراءة الكتب النافعة، فإن هذا مما يدل على تمسكها بدينها ومحبتها لتفقه فيه، هذه علامة السعادة. ثم إنها أيضا ذكرت أنها لا تقتصر على نفسها، وإنما تدعو الآخرين إلى الإسلام والتمسك به، وهذه ميزة عظيمة تشكر عليها. وأما ما ذكرت من أن بعض الناس ينكر البعث بعد الموت، فهذه عقيدة المشركين، عقيدة أهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم ينكرون البعث ويستبعدون إعادة الحياة إلى الأموات وقيامهم من قبورهم بعد أن كانوا رميما وعظاما، ثم تعود إليهم الحياة مرة كاملة ويقومون من قبورهم ويجازون بأعمالهم وتستمر حياتهم أبد الآباد، وذلك لجهلهم بالله سبحانه وتعالى وبقدرته، فإن الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم من باب أولى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكذلك الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات العظيمة الهائلة بقدرة سبحانه وتعالى، ألا يقدر على إعادة الإنسان من باب أولى؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن الذي يحيي الأرض بعد موته، الأرض تكون مجدبة يابسة ميتة، ثم ينزل عليها الغيث ثم تحيا وينبت النبات فيها وتهتز بأنواع النباتات والخضرة والروائح الطيبة بعد أن كانت صحراء جردة يابسة، فمن الذي أحياها؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي أحيا هذه البذور التي في بطن الأرض يابسة هامدة مطمورة بالتراب، ثم أحياها ونبتت وأثمرت وأينعت، هذا هو الله سبحانه وتعالى. الذي يقدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها. وليس عند هؤلاء حجة على إنكار البعث إلا الاستبعاد، استبعاد هذا في عقولهم وبقاييسهم الفاسدة، وهذا ليس بحجة، هذه حجة داحضة، صلى الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: أكثر الناس عندنا يهتمون بالعمل كثيرا فلا يصلون إلا يوم الجمعة فقط، فماذا أقول لهم؟ المساجد مهجورة في صلاة الظهر والعصر خاصة، ولا نسمع الأذان في هذين الوقتين أبدا إلا يوم الجمعة. قولي لهم إن الله أوجب الصلوات الخمس اليوم والليلة، وأمر ببناء المساجد لها والاجتماع للرجال بهذه الصلوات الخمس في المساجد، شرع الأذان بأعلى صوت لدعوة الناس إلى المساجد وصلاة الجماعة، الصلوات الخمس في اليوم والليلة والجمعة إلى الجمعة في الأسبوع، كلها فرائض عظيمة لا بد من أدائها. فيجب على المسلمين أن يعمروا المساجد بالصلوات الخمس في اليوم والليلة جماعة، بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى:
تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فيجب مناصحة هؤلاء، ويجب عليهم أداء الصلاة جماعة في المساجد، ويجب عليهم الأذان، لأن الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام فلا يجوز تركها. ولا تكفي صلاة الجمعة عن الصلوات الخمس، فمن ترك الصلوات الخمس واقتصر على الجمعة لم تصح صلاته، لا تصح له صلاة الجمعة حتى يؤدي الصلوات الخمس. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: أكثر الناس في عيد الفطر يذهبون إلى القبور، وكل يعمد إلى قبر معين فيرشه بالماء ويضع عليه الزهور ويستخدم البخور، ثم يسأل صاحب القبر حاجته ويطلب منه المنفعة، فما حكم ذلك؟ هذا من عقائد الجاهلية الذين يتعلقون بالأموات والأضرحة ويستغيثون بالأموات في قبورهم، هذه عقيدة الجاهلية، كما قال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. التعلق بالأموات والاستغاثة بهم ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم هذا شرك أكبر، يخرج من الملة ويناقض لا إله إلا الله ويبطلها، حتى يتوب الإنسان من هذا العمل ويخلص الدعاء والعبادة والاستغاثة وجميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى ليكون مسلما ولا يكون من المشركين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهذا العمل الذي يعملونه سواء في يوم العيد أو في غيره شرك بالله عز وجل، ولا يجوز وضع الأكاليل والزهور على القبور، لأن هذا من تعظيم القبور والغلو فيه. ولا يجوز أيضا رشها بالماء أو بالطيب أو بالبخور، كل هذا من المحرمات وهو من وسائل الشرك وأسباب الشرك. وإنما المشروع في زيارة القبور أن يسلم على المسلمين منهم وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة ويعتبر بحالة الأموات ويتذكر مصيره ومآله فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وليس لزيارة القبور وقت محدد كيوم العيد أو يوم الجمعة، وإنما شرعت زيارة القبور في سائر الأيام حسب ما يتيسر للإنسان للعظة والذكرى والاستغفار والدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة، هذا هو المشروع. وأما هذه العوائد الجاهلية والأفعال الشركية فإنها يجب تركها ومحاربتها والنهي عنها، ومنع الذي له قدرة على المنع يمنع هؤلاء من هذا العمل لأنه شرك بالله عز وجل، والذي ليس له قدرة يبين لهم وينصحهم لعل الله أن يهدي من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمع عبد الرحمن بن علي من المشاش بالوشم يقول: صمت عجزت عن صيام رمضان مضى لمرضي فتصدقت عن كل يوم، ثم أنا الآن مستطيع بحمد الله أن أصوم، فما حكم ما مضى من عملي وماذا علي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. كان الواجب عليك الانتظار حتى يزول عنك العذر وتقضي الأيام التي عليك بدون إطعام، إنما الإطعام على من لا يقدر على القضاء، أما الذي يقدر على القضاء ولو تأخر فإنه يكفيه القضاء ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، فعليك القضاء ولو كنت أطعمت في الأول، لأن إطعامك هذا في غير محل، ما دمت تقدر على القضاء فهو الواجب عليك، ربما لم يكن يعلم أنه سوف يقدر، المهم أنه تبين له أنه سيقدر يقضي، لا تبرأ ذمته إلا بالقضاء ما دام يقدر عليه، وما أنفقه يأجره الله عليه، الله لا يضيع عنده شيء سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. المستمع ناصر بن عبد الله الوقيان من الرياض يقول: إني أريد أن أخرج زكاة الفطر عني وعن أهل بيتي، ولي قريبة أريد أن أصرفها لها، فهل يصح ذلك؟ إذا كانت هذه القريبة فقيرة وليست من آبائك أو من أجدادك أو جداتك، يعني ليست من أصول النسب ولا من أولادك أو أولاد أو أولادك، فإنه يجوز أن تعطي زكاة المال وأن تعطيها صدقة الفطر لفقرها. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل معنى إخراج زكاة الفطر جعلها لها وإن كانت عندي في البيت، أو يلزمني أن أخرجها من بيتي؟ ما دام أنك تنفق عليها وقائم بذلك
لحاجتها فهي غير ليست فقيرة، لا تحل لها الصدقة، لأن الصدقة للمحتاج الذي ليس له من يعوله. لا هي فقيرة في سؤالك، لكن هو يعولها، يقول إنها في بيته. يقصد صدقة الفطر، يقول إذا أخرجتها يوم العيد أبقيها عندي حتى تأتي تأخذها. لا، ما يؤخرها عن يوم العيد، ما يؤخرها عن صلاة العيد، يخرجها إليها قبل صلاة العيد، فإن كان لا يتمكن من دفعها إليها فإنه يدفعها إلى غيرها. ولا يبقيها في بيته حتى تأتي تأخذها. لا، ما يبقيها في بيته، يدفعها لها أو لوكيله قبل صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم. المستمع ميم نون هاء من اليمن يقول: ورد في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هل يعتبر الحج بالنظر إلى هذا الحديث مكفرا لجميع الذنوب والآثام التي يرتكبها الشخص قبل الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا على قولي لهذا القول الأول، أنه إنما يكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، قوله تعالى: إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فشرط في التكفير السيئات اجتناب الكبائر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالتكفير إنما يتناول الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة، ولا يكفرها الحج ولا غيره. هذا قول الأكثر. ويرى بعض العلماء أن الحج يكفر الكبائر والصغائر لعموم الحديث: رجع من ذنوبه كيوم ولدت أو رجع كيوم ولدته أمه، مطلق، هذا مطلق، يتناول الكبائر والصغائر، وفضل الله واسع. لكن على كل حال لا يجوز التساهل في المعاصي والاعتماد على أن الحج يكفرها أو رمضان أو الصلوات الخمس، لا يجوز التمادي في المعاصي والاعتماد على الرجاء فقط، بل يتوب إلى الله عز وجل ويحسن العمل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المستمعة ميم حاء تسأل عن حقها من زوجها في وقت ضرتها، إذا كانت ضرتها في سفر أو كانت في عملها الصباحي. القسم بين الزوجات واجب، القسم بين الزوجات واجب في المبيت والنفقة والسكنة والكسوة، يعدل بين زوجاته، ولا يأخذ من حق إحداهن ويعطيه للأخرى، هذا ظلم وهذا ميل، لا يجوز له ذلك. وإن كان يحب هذه المرأة أكثر من غيرها فإنه لا يحيف معها ولا يظلم غيرها لها، الواجب العدل. وأما إذا سافرت إنه يسقط حقها في سفرها، إذا سافرت لحاجتها إن حقها يسقط حتى ترجع فيبدأ معها من جديد. نعم. كذلك إذا كانت في دوامها الصباحي، لا، هذا لا يسقط حقها، هذا لا يسقط حقها، ما دامت حاضرة لا يسقط حقها. هي في دوامها، الوقت ضايع عليها، ولو كان الوقت ضايع انتظرها، يعني في يوم المداومة في عملها لا يبقى مع ضرتها، لا، لأن هذا يغيظ ضرتها ويحدث وقد يميل معها، فيوم يومها لها، يومها وليلتها لها، وإن كانت خارج المنزل، وإن كانت ما دامت في البلد. أحسن الله. وخروجها للعمل بإذن هو الذي أذن له، ماشي، فلا يسقط ذلك حق. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل عين لام من القصيم له سؤالان، يقول في أولهما: إذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. إذا كان هناك سبب قائم يخشى معه من عدم إكمال النسك فإنه يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي، أي حله من الإحرام حيث حبستني، ويتحلل ولا شيء عليه، لأن له ما اشترط على ربه سبحانه وتعالى، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أخبرته أنها تريد الحج وأنها شاكية، فقال لها صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. شيخ، هذا قد يوسع في كثير من الحجاج، هذا في الذي عنده عذر قائم، مرض أو خوف، أما الذي ما عنده عذر وإنما يتوقع أنه يحصل شيء وهو الآن ما عنده عذر، عند وقت الإحرام ما في عذر، نعم، هذا لا يشترط، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يشترطون، وإنما اشترط من عنده عذر قائم وقت الإحرام. نعم. ينقص يوم من أجل أن يشترطه في ساعة؟ ما يصح منه الاشتراط في هذه الحالة، لأن هذا لم يرد به دليل وليس له سبب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: إذا كان الصغير يعجز عن الطواف بنفسه فهل يصح حمله والطواف به؟ ثم هل على الصغير كفارة إذا أخل بشيء من شروط الحج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم. الصغير والمريض وكبير السن الذي لا يستطيع المشي في الطواف يحمل إما على اليدين وإما يحمل في شيالة أو في عربة ويطاف به، لا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. شبقية السؤال، بقية سؤاله
إذا أخل الصغير بشيء من شعائر وإذا أخل الحج. الصغير بمحظور من محظورات الإحرام فإنه يكون عليه ما على الكبير، يكون عليه ما على الكبير، إلا الأشياء التي يتسامح فيها بالنسيان والجهل فإنه ليس عليه شيء فيها للكبير ولا الصغير. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما الشيء المتعمد فهذا تجب فيه الفدية. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة نون عين تقول: إلى فضيلة الشيخ حفظه الله، إن زوجي لا يؤدي الصلوات الخمس في المسجد بل يؤديها في البيت، وقد يفوت وقتها ولم يؤديها، وكثير السفر إلى الخارج ويمنعني من زيارة الأقارب والجيران، إلا في بعض الحالات يسمح لي بزيارة الأقارب، وأنا أقوم بنصحه لأداء الصلاة مع الجماعة، فما حكم بقائي معه وأنا في بعض المرات أقوم بزيارة الأقارب والجيران والذهاب إلى السوق لقضاء الحاجات خفية دون علمه، لأنه يغضب ولا يسمح لي بذلك، بل لم يؤدي حقوقه الزوجية الواجبة عليه، فهو لا يجلس معي ولا يتحدث معي، وإذا قلت له شيئا عن بعض أمور المنزل أو الأولاد فإنه يغضب، فماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا، وأرجو أن تدعو له بالهداية. أما صلاته في البيت من غير عذر، تركه صلاة الجماعة، فهذا حرام عليه، وهو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن صلاة الجماعة واجبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وقال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة وتحريم تأخر عنها، وأن من تأخر عنها فإنه يجب على ولي الأمر أن يعاقبه حتى يؤدي الصلاة، فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين وأن يجيب النداء لأنه مسلم ولا يتساهل في صلاة الجماعة. وأما خروجك من البيت فلا يجوز إلا بإذنه، له عليك حق الطاعة والبقاء في البيت، فلا يجوز لك الخروج من البيت إلا بإذنه، فإن أذن جاز لك وإلا فلا يحل لك الخروج، فتبقين في البيت. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة فاء راء من الرياض تقول: إلى فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد لدينا قريبة تغتاب الناس وتقوم بنقل الكلام بينهم، وقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، وذلك لزرع الكراهية والبغض بين الأقارب، وتقوم بتقصي أخبار الناس والاطلاع على أسرارهم، فبماذا توجهونها؟ ومن تفعل فعلها جزاكم الله خيرا. نوجهها بالتوبة إلى الله وترك هذا العمل، وألا تتجسس على الناس أو تتحسس أحوالهم، عليها أن تعتني بنفسها وأن تحفظ نفسها من أذية الناس والاطلاع على أخبارهم وعوراتهم، لا مصلحة لها في ذلك، بل هذا من المضرة ومن الإضرار بالآخرين، إلا في الأمور التي هي من أمر المنكر فهي تعمل هذا من أجل أن تنكر عليهم وأن تنصحهم، هذا شيء طيب. أما مجرد الاطلاع على أحوال الناس وتصرفات الناس، الله لم يكلفها بذلك، وأيضا هذا فيه إفشاء لأسرار الناس والاطلاع على ما لا يحبون الاطلاع عليه من أحوالهم، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل سالم عبد الرحمن من جدة يقول: هل من الواجب على الحاج أن يأتي المشعر الحرام في المزدلفة فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويوحده ويدعو حتى يسفر الفجر؟ وهل إذا لم يفعله حاج وهل إذا لم يفعله الحاج لعذر أو دون عذر ينقص من أجر حجه؟ أفتونا جزاكم الله خير. هذا العمل مستحب، استحب له أن يذهب إلى الجبل الذي هو المشعر الحرام وأن يستقبل القبلة، وأن يقف عند الجبل ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسفر جدا، هذا بعد صلاة الفجر، هذا بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بقي في منزله في أي مكان من مزدلفة ودعا الله فيه بعد الفجر حصل المقصود والحمد لله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطني محسر، وارفعوا عن بطني محسر. ففي أي مكان مزدلفة صلى الفجر ثم دعا بعد ذلك إلى قبيل طلوع الشمس فإنه يكون قد عمل السنة، وأما ذهابه إلى الجبل ودعاءه عنده فهذا من الأكمل والأفضل إذا تيسر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتقبل أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. وفي ختام لقائنا هذا، لكم تحية من زميلي في هندسة الصوت بخيت الدوسري، والسلام عليكم.